دلوقتي المصريين بيتابعوا موضوعين في الرياضة، كويس؟ موضوع يخص النادي الأهلي ويخص الماتش اللي هتلعب يوم 30 مايو، وإيه اللي هيحصل في نهائي دوري أبطال أفريقيا ما بين طبعاً الأهلي وما بين الوداد المغربي، والملعب اللي ناقص. خلاص احنا بنتكلم على كام؟ النهاردة كام؟ 19، بنتكلم على 10 أيام، العدد الخاص بالجماهير. هل في أي أمل، هل في أي يعني، هل من المتخيل إنه الملعب يتغير؟ أعتقد لا، أو أتصور لا. ده جزء مهتم بيه طبعا مش جماهير النادي الأهلي بس، لكن على المستوى المصري كله، كل جماهير الكورة. وعلى المستوى التاني في حتة تانية في كوكب آخر خالص، وهو كوكب الدوري الإنجليزي. مفروض إنه يوم الحد اللي جاي هتبقى فيه بقى إيه، كل علامات الاستفهام وكل الدراما اللي محدش عارف إجابتها، والمصريين بقوا بيتابعوها كمان. الدوري الإنجليزي ده يعني صناعة رهيبة جدا وأهم دوري في العالم، فمش عارفين مين اللي هياخد الدوري. بالتالي مانشستر وليفربول كل فرق، كل واحد بينهم نقطة، كويس؟ فمانشستر سيتي وليفربول أيوة في نقطة واحدة فرق، كلهم هيلعبوا في وقت واحد، والنقطة دي هتروح لمين ومين اللي هيطلع كسبان الدوري؟ محدش يعرف. مين اللي هيطلع من الفرق اللي المفروض تخرج من الدوري الدرجة الأولى بتاعهم، يعني اللي هيخرج أساسا، مين اللي هيصعد؟ فهو يوم الهداف محدش عارفه. أفضل حاجة تعملها دايما عشان تزود نسبة الإثارة والتشويق الدراما كلها، إنك تبقى داخل وإنت مش عارف الفيلم هيخلص على إيه بالظبط. فكل الأفلام الخاصة بالدوري الإنجليزي محدش عارف نتيجتها، كمان محدش عارف. إن شاء الله يا رب تبقى النتيجة لصالح النادي الأهلي يوم 30 مايو. وإحنا معانا على التليفون علشان نعرف إيه اللي هيحصل بالظبط، هل في أي إشارة ولا خلاص إحنا نبدأ ننظم جماهيرنا ونبدأ ننظم الناس اللي هتسافر. دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي هو اللي جاوبنا. برحب بحضرتك معانا يا فندم. مساء الخير يا أستاذ شريف، ومساء الخير على مشاهدين حضرتك الكرام. مساء النور وتحياتنا لحضرتك أولا. إحنا خلاص دلوقتي نتكلم عن الجمهور والناس اللي مسافرة، صح؟ موضوع الملعب ده أصبح مفروغ منه وانتهى الموضوع. يعني أصبح مفروغ منه يعني لحد الآن، لأن النادي الأهلي زي ما حضرتك عارف النادي الأهلي تقدم بملف للمحكمة الدولية الرياضية بالحقيقة، وتم التقدم بالفعل بكل مكونات الملف وتم سداد الرسوم المستحقة في هذا الشأن، وبالتالي النادي الأهلي بينتظر قرار المحكمة الرياضية في ضوء المستندات اللي قدمها النادي الأهلي للمحكمة الدولية الرياضية. بس هل قرار المحكمة الرياضية الدولية ده من الممكن يطلع في خلال قبل 10 أيام ويغير الموقف؟ مش حابين ان احنا نسبق الامور ونقول قرار لا المحكمه ممكن يطلع امتى التوقيت بتاعه، لان المحكمه طبعا بتشكل هيئه المحكمين بتاعتها وفقا للقواعد اللي بتضبط الكاس في الحقيقه، وده احنا ان شاء الله عندنا امل كبير ان هو تكون النتيجه ايجابيه في ضوء الاوراق والمستندات اللي تقدم بها النادي الاهلي. يعني لغايه دلوقتي مجلس اداره النادي الاهلي عنده احتمال ان يتغير الملعب؟ عندنا احتمال طبعا، لانه بالتالي لما كناش تقدمنا للمحكمه الدوليه الرياضيه ما كناش تقدمنا لو ما كانش عندنا الرؤيه دي، لان احنا عندنا مكتب استشاري دولي مختص في القانون الرياضي في الحقيقه، وده طبعا لما درس ملف النادي الاهلي شاف الرؤيه ان احنا من حقنا ان احنا نتقدم للمحكمه، وعلينا ان احنا ننتظر قرار المحكمه سواء كان في صالح النادي الاهلي او في غير صالح النادي الاهلي، لكن عندنا مسارات ثانيه احنا برضو بنتحرك عليها، بنتحرك على الاستعداد الفريق للسفر لاداء. كنت لسه هسأل حضرتك على النقطه دي بقى، على انه خلاص الماتش يوم 30 في نفس المكان، الفريق بيجهز دلوقتي عشان السفر؟ طبعا احنا وهيبقى في سفر للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره ومع الكابتن سمير عدلي لتجهيزات في مكان الاقامه الخاص بالفريق، وايضا متابعه الملعب المباراه اللي هتقام عليه، ده خاص بالجانب الكورة. في على الجانب الآخر برضو احنا عندنا الكابتن محمود كان أصدر قرار بتشكيل اللجنة لمتابعة سفر مشجعي وجماهير النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي إلى المكان. هم عددهم النهائي كام يا فندم؟ في الحقيقة احنا لحد دلوقتي ما بتجيلناش مكتبات رسمية من الاتحاد الأفريقي، في الحقيقة احنا كل اللي احنا بنشتغل عليه هي معلومات وبيانات صادرة عن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على الحسابات الرسمية للاتحاد، لكن حد دلوقتي لم يوافينا الاتحاد الأفريقي لا بمكان ملعب المباراة ولا بساعة ملعب. لا يعني حضرتك بتقول إنه مجلس إدارة النادي الأهلي كله بيعرف زينا من المنصات العامة سواء إلكترونية أو غيره
او البيانات اللي بتصدر من العامة. خلينا نقول حضرتك من الحسابات الرسميه للاتحاد الافريقي، الحسابات المنصه يعني البلاتفورم، المنصه الرسميه بتاعته، المنصه بتاعته. فاحنا زينا زي كل المتابعين لهذا الشأن بشكل، لكن ما بيجيش جواب رسمي للمجلس الاداره للنادي بيقول انتوا عندكم 13,000 بس. لا، ما لحد دلوقتي احنا كمان بعتنا للاتحاد الافريقي في الحقيقه مجموعه من الطلبات الرسميه في ضوء لجنه اداره الازمه اللي بيترأسها الكابتن محمود الخطيب. بعتنا ايضا يعني عدد من الطلبات للاتحاد الافريقي ننتظر ردود عليها. كان منها طبعا ان النادي الاهلي ياخد 50% من ساعه الاستاد في الحقيقه، لان ده النسبه العادله للنادي الاهلي، ودي بتتفق مع قواعد النزاهه والشفافيه اللي يجب على الاتحاد الافريقي انه يكون ملتزم بيها. فده احنا في انتظار رد الاتحاد الافريقي، وان النادي الاهلي طبعا كان حريص برضه في طلباته ان هو هيسدد بالكامل كامل هذه الحصه اللي هي ال 50% من عدد تذاكر المباريات، وان النادي الاهلي كمان كان بيطالب الاتحاد الافريقي بان هو ياكد على ضروره حصول الجماهير النادي الاهلي على تاشيرات الدخول الى المملكه المغربيه. وكل ده لسه ما جاش رد عليه في الحقيقه الى الان، لم ياتي اي ردود، واحنا على بعد 10 ايام عن المباراه. 10 ايام، ولذلك احنا برضو حريصين من جانب اخر النادي الاهلي حريص ان الوقت ما يعديش دون ان احنا ناخد كل الاستعدادات اللي بتمكننا. بمجرد ما توصل الردود من الاتحاد الافريقي سواء كانت في صالح طلبات النادي الاهلي او كان في، طب هو ده حتى الناس مش هتلحق تاخد فيز بغض النظر عن الرقم يعني. يعني في الحقيقه خليني اقول برضه حضرتك يا استاذ شريف، وده يمكن خبر احنا لسه بنعلنه على الموقع الرسمي للنادي الاهلي، ان النهارده اللجنه اللي كان شكلها الكابتن محمود اللي هي برئاسه السيد العمري فاروق وعضويه كل من المهندس خالد مرتجي والمدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركه الكره ومدير شركه الخدمات بتاعه النادي الاهلي، احنا النهارده كلفنا بالفعل شركتين وطنيتين النهارده ان هم هيقوموا بعمليات تيسير رحلات المشجعين اذا حدد الاتحاد الافريقي او يعني استمر ملعب مكان المباراه في مدينه كازابلانكا بالمملكه المغربيه. في الحقيقه احنا النهارده كلفنا الشركتين رسمي بشكل رسمي وبعتنا لهم تكليف بذلك وتفويض بذلك، والشركتين في الحقيقه هيبقوا مختصين بان هم يعملوا كل الاجراءات بقى. كل الاجراءات تشمل تاشيره الدخول، تشمل تذكره المباريات، تذاكر السفر، عمليه الانتقال داخل المملكه المغربيه ايضا، عمليه الاعاشه ايضا اللي هتبقى موجوده لكل الجمهور، الفنادق اللي موجوده لكل الجماهير اللي عندها رغبه في الحقيقه. وان شاء الله غدا او بعد غد سوف يتم اعلان في الحقيقه رحله يعني اسعار اليوم الواحد او اكثر من يوم ان شاء الله اللي عندهم رغبه في السفر للمملكه المغربيه. بغض النظر عن المكان وبغض النظر عن اي تفاصيل، يتمنى الجميع عوده النادي الاهلي ان شاء الله باللقب. دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، تحياتنا الحركة يا فندم، شكرا جزيلا.